طيب على صعيد منفصل تماما، الفترة اللي فاتت كالعادة في مجموعة من نجوم الفن سواء التمثيل أو الغناء والطرب كانوا دايما حريصين على إن هم يشاركوا جماهيرهم ومحبيهم بشوية صور شوية فيديوهات. المهم الصور والفيديوهات دي دايما بتكون ليهم أثناء ممارستهم لأنشطة رياضية مختلفة سواء في بيوتهم أو في داخل صالات الجيم. من ضمن الناس دول والنجم الجميل أحمد زاهر هو كمان عمل كده، شارك جمهوره بصورة ليه عبر حسابه موقع إنستغرام أثناء تواجده في إحدى الصالات الرياضية، وفي فيديو كمان عايزين نعرضه كل حضراتكم. اتفضل أحمد زاهر. بكره كريم ينزلوا له فيديوهات زي دي اتقالوا بس يعني. اتقالوا ده هم بص ادوني 9 سنين واتفرجوا حضرتك 19 سنه وانت 9 سنين تزنق نفسك ليه؟ لا ما انا عامل كورس مكثف فان شاء الله 9 سنين هتشوفي نتيجه غير منطقيه. نروح بقى للفنان التونسي ظافر العابدين، كمان شارك جمهوره وصور ليه كان هو بيمارس التمرين وقال على الانستغرام العقل السليم في الجسم السليم. ايوه طبعا كمان لازم الرياضيين لازم الفنانين على فكره يمارسوا، والاعلاميين المفروض والله اي حد بيطلع على التلفزيون لازم برضه. الفتره الاخيره بقى كله بيعمل كده كله بيعمل كده، وبصراحه هي حاجه لطيفه جدا، نمط حياه صحي وشكل لطيف شيب حلو. تحس بعد انضمامنا لقناه الاهلي برضه احنا يعني لازم نراعي بعض الامور، لازم شكلك يبقى رياضي. يعني انا في ناس على فكره بتقول لي كابتن نهوان ده عشان تبقى عارف والله ابتدت تتقال لنا يا كابتن نهوان وكابتن كريم في الشارع تقول لي كابتن نهوان، فخلاص لازم يبقى كده لينا نمط حياه مختلف. هنعمل يعني زي يوم قريب بصي وهنطرطش فيديوهات في صالات الجيم والناس كلها هتنبهر. كمان من ضمن النجوم اللي عملوا كده الفنان احمد مجدي نشر صور ليه اثناء ممارسته للتمارين الرياضيه في احدى صالات الجيم، وبالمناسبه كمان الفنان مصطفى شعبان هو كمان عمل ونشر فيديو ليه برضه اثناء ممارسته للرياضه. تعالوا ناخد فكره ونشوف مع بعض هذا الفيديو. اتفضل.